اليوم فريق نداء الخير في ولاية بوشر عطوني حالة أنقلها لكم، وحقيقة الحالة هذه عورت قلبي. أن ثلاث نساء، ثلاث أخوات، ثلاث مواطنات، ثلاث نساء عمانيات مهددات بالحبس قبل عيد الفطر، يعني خلال اليومين القادمات ما بيقدروا أنهم يعيدوا مع أهلهم وراح يكونوا في الحبس. الآن دور أهل الخير، تكاتف الجميع، أن نتكاتف من خلال الحساب البنكي التابع لفريق نداء الخير أو عن طريق الروابط اللي بحط لكم إياها، بوابة التبرعات، أو عن طريق أيضا تطبيق ثواني، أن نتبرع من أجل أن على الأقل يسدد شيء من هذا المبلغ وما يدخلوا هذول الأخوات للحبس. همتكم يا جماعة الخير، بحط لكم الآن كل البيانات اللي يمكنكم التبرع من خلالها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.